وعندنا كمان آيس كريم هنعمله بطريقة حلوة. وصفة الآيس كريم عبارة عن إيه بقى؟ عندنا حليب مكثف محلى، عندنا كريمة حلويات، اكتبوا بقى واعملوا الوصفة هتتبسطوا بيها قوي. عندنا صوص شوكولاتة، عندنا مارشميلو للتزيين، عندنا كون الآيس كريم ده ممكن نشتريه من أي مكان، عندنا شوكولاتة ملونة، سبرينكلز، كمان حليب مكثف محلى. طيب الآيس كريم بيتعمل من إيه؟ من ثلاث حاجات، أو يعني أربع حاجات، بس هو عامة ثلاث حاجات. كيك، كيك قديم عندنا بنفتته كويس قوي، أهو ده بقى حلو للكيكات اللي بتطلع مثلا عجنت وباظت شوية، هناخد العجينة ونقعد نشوحها على الطاسة لحد ما تستوي، وبعد كده هنحطها كده. خلاص هنحط الكيك بالطريقة دي، ماشي اهو. اهم حاجة تبقى ماسكة نفسها، حليب المكثف المحلى بالطريقة دي. احطها على سيليكون عشان الكريمة بالطريقة دي، واقلب كويس قوي. وعايزاها زي ما قلت تبقى ماسكه نفسها، ما تبقاش سايله. نقلب كده ونفرد، بصوا اهي ماسكه نفسها. نبتدي بعلبه حليب مكثف محلى ونعمل على اساسه الكيك والكريمه. خلاص عشان الحليب المكثف المحلى هو اللي بيمسك لي العجينه اهي. شايفين بقت عامله ازاي؟ نعملها كده كده. هنحطها في الفريزر من 3 لـ5 ساعات، ويفضل يبقى الفريزر فاضي عشان ما يكرفش، او نحط ستريتش، بس يعني مش هتعرفوا تظبطوها قوي لو حطيتوا ستريتش. نعمل كده خلاص. هنحط عليه صوص شوكولاته لو عايزين، تمام، مش عايزين هتسيبوه لحد ما ايه ما نزوق بيه. وعلى فكره ممكن كمان نحط الشوكولاته الملونه، ممكن نحط سبرينجلز، قبل كل ده ممكن قبل ما ندخلها الفريزر، وممكن نخلص ونطلعها. ماشي كده الايس كريم بتاعي خلص، هدخله الفريزر وقت طويل 3 4 5 6 ساعات، ليله كامله. بصوا انا حاولت اعمله بدي، وعايزه اقول لكم هو يعني عايز كمان يجمد شويه كمان. اي حاجه تبقى مفروده اهو. اجيب كده البسكوتة، احطها كده كده اهو. استنى نحط واحدة كمان. بصوا بصوا هنا هنا، بصوا كده، بصوا بنعمله رول ازاي اهو، شايفين؟ بنزله كده، شايفين؟ احنا بقى ولا المحلات؟ طبعا احنا. اها خلاص عملنا كده الايس كريم الجميل ده، نحط عليه واحده كده. صوص الشوكولاته فين؟ صوص الشوكولاته